السلام عليكم. ان شاء الله هجاوب في الفيديو ده على سؤال بعتته منار شعيب. السؤال صفحة 177 رقم 64 كتاب نيوتن. ملف حس معامل الحس الذاتي الاول L1 ومعامل الحس الذاتي للتاني L2، فان الحس المتبادل بين الملفين M يكون ايه؟ عايزين نشوف العلاقة اللي بين معامل الحس المتبادل ومعامل الحس الذاتي للملفين اللي هو L1 و L2. هنحل المسألة دي ازاي؟ احنا هنرسم الملف الاولاني والملف الثاني بالمنظر ده، وهنقول الملف الاولاني اولا هتيجي فيه EMF واحد في الملف واحد بسبب الحس الذاتي، يبقى عبارة عن L1 في دلتا I واحد على دلتا T، وفي نفس الوقت في الملف واحد هتيجي فيه EMF واحد برضو بس بالحس المتبادل، عبارة عن M بس الدلتا اي اللي جاية من اللي جنبه دلتا اي 2 على دلتا تي. هروح للملف التاني، الملف التاني هتيجي فيه ام اف 2 بس بالحس الذاتي، يبقى ال 2 في دلتا اي 2 على دلتا تي، وفي نفس الوقت الملف التاني هيجي فيه ام اف 2 بس بالحس المتبادل من الملف الاولاني، يعني دلتا اي 1 على دلتا تي. هكتب على المعادلة دي 1 والمعادلة دي 2 والمعادلة دي 3 والمعادلة دي 4. هعمل ايه؟ أول حاجة هساوي المعادلتين الأخر ببعض، المعادلة 3 و 4 هساويهم ببعض، لأن دي ام اف 2 ودي ام اف 2، يبقى أنا عندي ال 2 في دلتا اي 2 على دلتا تي بتساوي ام في دلتا اي 1 على دلتا تي. طيب لما أنا هعمل ايه بقى تاني؟ هاجي هنا على دلتا اي 1 على دلتا تي ودلتا اي 2 على دلتا تي. دلتا اي 1 على دلتا تي هشيلها وعوض عنها من المعادلة 1، ودلتا اي 2 على دلتا تي هشيلها وعوض عنها من المعادلة 2، يبقى ادي ال 2 اهي، دلتا اي 2 على دلتا تي اهي، عبارة عن مين؟ عبارة عن بعيد عن القريب، اي ام اف 1 على الام هتساوي. طيب ودلتا اي 1 على دلتا تي اهي اهي، هشيلها واكتب مكانها مين؟ طبعا الام تنزل اول، اي ام اف 1 على ال 1، اي ام اف 1 على ال 1، اي ام اف 1 هتطير مع اي ام اف 1، وهيبقى عندي مين هنا في البسط؟ ال 2 تحت في المقام ام بيساوي ام ال 1. لو ضربت طرفين في وسطين ام في ام بام تربيع هتساوي ال 1 في ال 2. لو انا عايزه الام بس يبقى هجيب الجذر ال 1 ال 2. يبقى السؤال ده هتبقى اجابته رقم ج، ام بتساوي الجذر التربيعي ل ال 1 في ال 2، وده الاثبات. في سؤال كمان بعتاه منار، السؤال ده بيقول صفحه 152 كتاب نيوتن رقم 206. ملف لولبي طوله 100 سنتي والصلة بطارية قوتها الدفعة في بتري ومهملة المقاومة الداخلية، فكانت كثافة الفيض عن محوره بواحد، وعندما قطع 20 سنتي من الملف من كل من طرفيه، يعني الطرف ده 20 والطرف الثاني 20، يبقى هنقص 40، يبقى لو هو 100 سنتي هتبقى 60، ووصل الجزء المتبقي اللي هو 60 بنفس البطارية، تصبح كثافة الفيض بكام؟ يبقى احنا هنحل المسألة دي ازاي؟ يبقى انا عندي ملف، الملف ده الطول بتاعه حوالي 100 سنتيمتر، لما هقص 20 و20 يعني قصيت 40، يبقى هيتبقى 60 سنتيمتر وهوصله بنفس البطارية، فعايز اقارن بالبي هنا والبي هنا. اولا هكتب قانون الملف اللولبي، البي بتساوي ميو، طبعا في بطارية وفي دايرة مش مكملها، ميو ان اي على ال ال. ادام قال لي بنفس البطارية يبقى لازم افك الاي، وهقول البي بتساوي ميو ان في باتري على الار، وما انساش ان في المقام ال، ادي القانون ماشي. انا عايزة اعمل نسب، فعايزة اشوف مين الثوابت ومين المتغيرات في القانون عشان اعمل النسبة بين البي والمتغيرات بس. الميو مقدار ثابت، طيب ايه حكايه الان والال؟ طبعا في باتري كمان مقدار ثابت، يبقى انا عندي دلوقتي هتعامل مع الان والال والار، هتعامل ازاي بقى؟
هو الملف اللولبي بتبقى اللفات ملفوفة عليه بالمنظر ده. طيب طول الملف فين؟ طول الملف بيحسب من أول لفة لآخر لفة، يبقى الحتة دي كده طول الملف وليس القلب كله طول الملف. يبقى طول الملف بيحسب من أول لفة لآخر لفة، وبالتالي لو أنا قصيت نص اللفات يبقى أنا قصيت نص الطول، لو أنا قصيت ربع اللفات يبقى أنا قصيت ربع الطول. يبقى تغير الإن هيصاحبه تغير في الإل بنفس المقدار، فتظل النسبة بين الإن والإل مقدار ثابت، يعني تظل الكثافة العددية لعدد اللفات مقدار ثابت. يبقى إحنا بنقول إن تغير الإن هيصاحبه نفس التغير للإل، والتغير ده هيطير مع التغير ده، وتظل إن على إل زي ما هي مقدار ثابت. إذا مش هحسب إن الإن على الإل متغيرات. يبقى أصبح المتغير الوحيد معايا في القانون هو الآر. ليه متغير؟ لأن الآر بتساوي رو إي في إل على إيه؟ لما الطول هيتقص منه يبقى الآر كمان هتقل. طيب ماشي، يبقى أنا أقدر أعمل نسب للقانون بقى عبارة عن بي واحد على بي اتنين بتساوي آر اتنين على آر واحد، بس ما عنديش نسبة آر اتنين لآر واحد، لكن عندي الأطوال، والآر والأطوال في تناسب طردي. يبقى احنا هنقول اشيل ار اتنين واكتب مكانها ال اتنين، واشيل ار واحد واكتب مكانها ال واحد. ال اتنين اصبحت كام؟ اصبحت 60 بعد ما كانت كام؟ 100. الطول اساسا كان 100، هقص هنا 20 و20 يعني 40، هتبقى 60. نحاول ولا ما نحاولش؟ لا ما نحاولش، لانك لو ضربت هنا في 10 اس سالب 2 هتضرب تحت في 10 اس سالب 2 هيطيروا مع بعض. طب الصفر هيطير مع الصفر، تعال نختصر على 2، هنا 3 وهنا 5. يبقى بي 1 على بي 2 بتساوي 3 على الخمسة، يبقى 3 بي 2 هتساوي 5 بي 1. ندور في الاختيارات هنلاقيه الاختيار رقم ج، 3 بي 2 بتساوي 5 بي 1. هنكمل بقية الأسئلة. في مسألة الدينامو كان عبد الله بعت لي السؤال ده، هو بيقول لي ان الام اف المتولده في الدينامو ايه علاقتها بالدلتا فاي على الدلتا تي والفاي ام، عايزين نكمل الجدول ده. طيب احنا عارفين ان الدينامو الام اف المتولده فيه بتبقى قيمه عظمى لما يكون الملف ايه؟ لما يكون الملف موازي. طيب وامتى الام اف المتولده في الدينامو تبقى بصفر؟ لما يكون الملف عمودي. طيب سؤالنا لو الملف موازي تعرف تكمل لي الجدول ده؟ طيب لحظة، لما يكون الملف موازي ايه اللي انت متأكد منه؟ متأكد ان الام اف اللي في الدينامو قيمة عظمى، ده اللي انا متأكد منه. طيب ادام عرفت ان الام اف قيمة عظمى، خلي بالك ان الدلتا فاي على الدلتا تي زيها، الدلتا فاي على الدلتا تي المقدار ده كده على بعضه زي الام اف العظمى، وعكسها مين؟ عكسها الفاي ام. يبقى ادام كتبت دي عظمى يبقى تكتب دي يعني عظمى وتكتب ديا صفر. طيب لو الدينامو عمودي، لو مستوى الملف عمودي على المجال، ساعتها ايه اللي انت متأكد منه؟ الام اف قيمتها بصفر. طيب ادام كتبت ان الام اف بصفر يبقى في الحالة ديا الدلتا فاي على الدلتا تي زيها يبقى صفر، اما الفاي ام عكسها هتبقى كام؟ قيمة عظمى. يبقى الجزئية دي مهمة جدا لانها دايما تيجي في الامتحانات. تمام. طيب فكرة عمل الدينامو هي عنوان الفصل الثالث اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. يبقى نتأكد بس من الحاجات البسيطة عشان مش توقعنا. فكرة عمل مصباح الفلوروسنت هو الحث الذاتي. يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها مصباح الفلوروسنت، وحاجة اسمها أفران الحث، وحاجة اسمها الدينامو، دي كلها أجهزة. عايزين نشوف دي تطبيقات أو إيه فكرة عمل كل واحد فيهم. مصباح الفلوروسين دي فكرة عمله الحس الذاتي للملف، أفران الحس التيارات الدوامية، الدينامو عنوان الفصل الثالث الحس الكهرومغناطيسي. تمام كده؟ إن شاء الله نكمل في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.